جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات تقول: أم خالد من الرياض تسأل وتقول: امرأة أرادت العمرة وفي الطريق قبل الميقات أتاها العذر الشهري ولم تحرم، وذهبت إلى مكة مع رفقتها وجلست في السيارة حتى انتهوا من العمرة، ثم رجعوا إلى أهلهم وقد اعتمرت مرتين بعد ذلك، فهل عليها شيء وقد مضى فترة طويلة على ذلك؟ وعدم إتيانها بالعمرة في ذلك الوقت أن رفقتها لم ينتظروها بحكم أنهم مرتبطون بأعمال، جزاكم الله خيرا. ليس عليها شيء في ترك العمرة، لأن العمرة ليست واجبة، ولكن لو أحرمت وهي حائض فإن الحائض لا يمنع الإحرام، تحرم ولكنها تمتنع من الطواف والسعي حتى تطهر. ينبغي لرفقتها أن لا يضيقوا عليها وأن يعطوها فرصة لأداء العمرة ما دامت سافرت وتكلفت مشقة السفر، كان ينبغي لوليها أن يرفق بها وأن يعطيها فرصة لأداء العمرة، ولكن ما ذكرته من أنها تركت العمرة لا شيء عليها فيه، أن العمرة ليست بواجبة.